رامز عادي جامعة الأنطونية في الجستون. مثل ما قال بيرتوني إنه نحن منطقة أكثر شيء تعتمد على الزراعة وما حدا عم يهتم بالمزارع، إنه لازم برأيي إن وضع سلامة زراعية بلبنان كله فمش كل المواسم بالبقاع وبالشمال بتطلع مع بعضها. أو أنا عندي فكرة إنه ليه ما بتتقسم المناطق إنه منطقة بتزرع شيء ومنطقة بتزرع شيء لحتى مش كل المواسم تطلع مع بعضها وتضارب بعضها. ثاني شيء لازم يلعبوا المزارعين بالأجهزة ويعطوهم توجيهات كيف لازم تستعمل. في مزارعين من زمان يعني قديم عن بيهم وجدهم للزراعة ما بيعرفوا الأسمدة الجديدة وكيف يستعملوها. ثاني شيء المال الثاني لازم يشتغلوا ليصرفوا الإنتاج الزراعي. هلا مثلا في مشكلة على الحدود بسوريا، كل الإنتاج واقف على الحدود ما عم يتصرف. وفي من مال ثاني في موضوع الكسارات بالبقاع. نحن من وقت المدرسة كنا ندرس إنه لازم الكسارات يعملوها جلول وتنزرع مش إنه تنطلق مثل ما هي، وبعدين لازم تكون بعيدة عن البيوت. ما في شيء عم نشوف على البيوت عمرها.